ويام صارت من العيلة ومانا غريبة يا سلطانة. إذا قبلتي هالشي ولا ما قبلتي هي بتكون مرتي وما حدا بيقدر يغيرها. أنت عم تكذبي وليه؟ عم تحكي هيك لأنه قلعتك. أمي راحت على المستشفى حتى تشوف رفيقتها. مرحبا رابح، إذا كنتم محبين أعمال المدبلجة فأنا اليوم رح أخذكم بزيارة ضمن واحدة من أهم شركات دوبلاج في سوريا لنعرفكم على مراحل التسجيل وعمليات دوبلاج. اشرح لها اللي صار وقل لها شو هي الحقيقة. روح وقل لها عن جد شو اللي صار بالأوتيل بهديك الليلة، وفسر لها ليش حست بالإهانة بسبب شخص بحياتها مو شايفته، وخبرها مين هو اللي ورا القصة اللي صارت. نحن هون بقسم تزمين، هون بتتم عملية تحرير النصوص ومزامنتها مع الصورة. بعملية الكاستينج بنراعي موضوع انه الشخصية تكون لابقة او الممثل يكون لابق للشخصية من خلال ادائه، وبنفس الوقت بنراعي موضوع انه يكون الممثل قريب من الجمهور من خلال صوته او ادائه بغير اعمال. خذي على التمرد يا بياسين. انا هيك كنت ناوي يا مولاي. ما بعرف امي، انت بتعرفي اكثر. انا كمان فتت باكتئاب بس ما طولت. بنتك عنيدة اكتر مني. بجوز الناس ما كتير بتعرفني بالشكل، اني بس يسمعوا هذا الصوت اكيد رح يعرفوا الشخصيات اللي انا اشتغلتها، واللي متابع اكيد رح يميز الصوت. من اهم الاعمال اللي اشتغلتها الحقيقة هو في اعمال انشهرت كتير مثل يزن بفضيلة وبناتها، مثل أمير بيزيد بحريم السلطان. بالنسبة لي أحلى شيء بمهنة الدوبلاج أنه أنا فيني أنقل إحساس الممثل اللي هو شايف رؤيته عن الشخصية اللي عم يشتغلها. نحن هو قسم المونتاج والجرافيك، هو آخر مراحل الدوبلاج، بتتم فيه عمليات المونتاج للأفلام وإضافة الشارع.